فإذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت فمعنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله، أغلقها في وجهك كي تتجه إليه وتصطلح معه. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين، تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح الأمين. أيها الإخوة، لعل الله عز وجل حينما يغلق لك الأبواب كلها أراد أن تتجه إليه نحو الأعلى. باب السماء مفتوح دائما ولا يغلق، فإذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت فمعنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله، أغلقها في وجهك كي تتجه إليه وتصطلح معه. وهذا ما يعانيه المسلمون اليوم. قد تسأل مسلما بحسب ما يقرأ وما يسمع، بحسب الواقع التحليلات، يقول لك ليس هناك من أمل. أبواب الفرج الأرضي أغلقت، وكأن الله يريدنا أن نتجه إليه وأن نصطلح معه. وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. قد يكون باب الدراسة مغلقا لا تنجح، تحمل مواد أكثر مما ينبغي، تجد أن الامتحان شبه مستحيل. أغلق لك أبواب الأرض وفتح لك باب السماء كي تعتمد عليه وكي تتوكل عليه وكي تلجأ إليه، وأراد أن يسمع صوتك. لذلك الإنسان كلما تذلل على أعتاب الله رفعه الله، وكلما علق الأمل عليه فرج الله عنه، وكلما أيقن أنه لا رازق إلا الله ولا موفق إلا الله ولا معطي إلا الله ولا يمكن أن يحقق شيء في الأرض إلا بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله. المعنى الأول من اسم الفتاح أنه يفتح لك الأبواب المغلقة. أنا أخاطب الشباب الآن، شاب من أسرة متواضعة، حظها من المال قليل لكن حظها من الاستقامة كثير، شيء بين يديك غير موجود، لا في وظيفة ولا في تجارة ولا في دخل، وقد ترى المستقبل مظلما، لكن يجب أن تعتقد أن الله لا ينسى من فضله أحدا، وأنك إذا اعتمدت عليه وعلقت الأمر إليه وفوضت الأمر إليه ورفعت يديك تدعوه فإنه يجعل من ضعفك قوة، ومن حيرتك اهتداء، ومن فقرك غنى، ومن خوفك أمنا. هو الفتاح، يا فتاح يا كريم، هكذا يقول الناس. التاجر يفتح دكانه ويقول يا فتاح أجبر عني هذه البضاعة، الطالب يقول يا فتاح افتح لي ذهني في الامتحان، الصانع يقول يا فتاح، المسجون يقول يا فتاح افتح لي أبواب السجن، اعف عني يا رب، المريض باب الصحة أغلق في وجهه، كلما سأل طبيبا يقول ما في أمل، حالتك صعبة جدا. فإلى أن تغلق الأبواب كلها أمامه بقي باب السماء مفتوحا. توجه إلى السماء. أول معنى من معاني الفتاح أنه يفتح الأبواب المغلقة، الأمور المعثرة، الطرق المسدودة، الحيل المخفقة يفتحها. لذلك العوام لهم كلمات على بساطتها رائعة، الذي عند الله ليس عند العبد. أعرف رجل عنده معمل وناجح جدا بهذا المعمل، سمع من إنسان
صاحب قرار في هذا البلد أن عام 83 هذا العام ينتهي فيه القطاع الخاص كليا، فصدق هذا الكلام وباع معمله، ثم فتحت الأمور وسمح بالاستيراد المواد الأولية، وراجت البضاعة رواجا عجيبا. هو خطأه أنه صدق هذا الإنسان، ولو أنه اعتقد أن الذي عند الله ليس عند أحد، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن الله هو الفتاح العليم، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، اشتدي أزمة تنفرجي. والآن الأزمة في أشدها على المسلمين في العالم كله. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كل من في الدنيا يتربص بنا، فلذلك الفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب فضله، أبواب رحمته، أبواب التوفيق، أبواب النصر، أبواب الغنى. قولوا يا فتاح يا عليم. هو الذي يفتح قلوب المؤمنين بمعرفته. الآية الكريمة: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. ما الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، وإن عرفته عرفت كل شيء، وما فاتك شيء، وما فقدت شيئاً.